نبقى في إطار هذه التغطية الحية لهذا المشهد بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. ينضم إلينا من لندن عضو حزب المحافظين العالمية سامي الأطرش، وأيضا من لندن الباحث في كلية الحقوق ديفيد لوي، ومن لندن الصحفي أحمد الشيخ، وأخيرا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق جيرالد فيرستين. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ من ضيفتي من لندن عضو حزب المحافظين الإعلامية سامية الأطرش. سيدة سامية، يعني بالتأكيد أنت في لندن وفي بريطانيا وتشعرين بما يشعر به البريطانيون. الملكة إليزابيث هي أطول ملكة حكمت في بريطانيا، 70 عام، ليست قليلة. هناك من عاشوا وماتوا في بريطانيا لم يعرفوا لها سوى ملكا سوى الملكة إليزابيث. هذا التجذر في داخل الوجدان والثقافة البريطانية كيف ترك أثرا اليوم بعد رحيلها؟ موت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تمثل لحظة فارقة من تاريخ المملكة المتحدة. نحن نتحدث الآن عن موتها، ولكن كل ما قدمته هذه الملكة الراحلة لبلدنا من تماسك ومحبة واحترام لا نستطيع أن نصفها إلا هي الحجرة التي كنا نقف عليها دائما. في وجودها كنا نشعر بالأمان، فهي هادئة وبشوشة رغم الأحداث والمخاطر التي مرت بها. كانت هي قوية جدا في مواجهتها، يعني كانت تستدعي منها أن تكون واقفة وتحل هذه المشاكل. فهي نحن كالأمة البريطانية والشعب نواجه حزنا جارفا الآن على فراق الملكة التي أحبها الجميع. كلنا نحب هذه الملكة ونعرب عن حبنا لها وحزننا على فراقها. طبعا ليس نحن البريطانيين فقط، وإنما صراحة جميع الجنسيات، جميع من وجدوا على الأرض اليوم في بريطانيا يحملون كل الحزن والأسى في قلوبهم. لذا تشاهدين دمال الشارع المؤدي إلى قصر بكنغهام الآن ملئ بالرغم من أن الجو الماطر الذي يبكي على الملكة هو الآخر. إنهم الآن يعني الورود التي جمعوها الآن تذكرنا أيضا بموت الأميرة الراحلة ديانا. لكن اليوم الموت من نوع آخر، موت الملكة بعد 70 عاما من خدمتها. فهي أطول ملكة في تاريخ الملوك جميعا، بالإضافة إلى أن المراحل التي يعني مرت بها فترة تقلدها العرش لم تكن مراحل اعتيادية، ولكنها هي كانت بالفعل ملكة استثنائية، وكانت لها مشاركات مهمة ولحظات فارقة وقرارات مهمة أيضا اتخذتها. دعيني أنتقل إلى ضيفي من لندن سيد ديفيد لوي. سيد ديفيد، يعني في خلال الفترة الأخيرة كانت هناك تكهنات عن صحة الملكة، ويعني أيضا كان هناك حديث خلال الشهور الماضية أنها تعرضت لوعكة صحية وما شابه. ويعني الراحلة كانت توفيت عن عمر 97 عام، وبالتالي قد نتوقع أن يكون هناك استعداد لهذا اليوم، استعداد لهذه الحالة، حالة رحيل الملكة إليزابيث. هل الأمر هكذا اليوم أم أن هناك بالفعل صدمة في الشارع البريطاني؟ كلا، كان هناك تصميم لعملية جسر لندن منذ وقت طويل. نوعا ما كان هناك توقع برحيل الملكة إليزابيث الثانية، ولكن هي بقيت نشيطة حتى في الأشهر القليلة الماضية، وهي احتفلت بمناسبات وجودها على العرش
المختلفة باليوبيل الذهبي والماسي وغير ذلك. وأعتقد أن الملكة جعلت هذا اليوم محزنا لأنها هي الملكة التي عرفتها في حياتي رغم أن عمري 63 عاما، ولذلك كان هناك تحضيرات، لكن مع ذلك أخذ المجتمع البريطاني على حين غرة بهذا النبأ الحزين، ولكن كان هناك ساعات من التحضيرات. الآن سيكون هناك ملك جديد وترتيبات جديدة، وهذا هو المسار. سيد أحمد الشيخ، دعني أيضا أخذ رأيك في أو تعبيرك عن اللحظة التي نمر بها الآن، عن هذا اليوم وما يمثله في الذاكرة الحديثة بالنسبة للشعب البريطاني والبريطانيين، لحظة فراق الملكة إليزابيث التي يعني كما قال ضيفي السيد ديفيد لوي أنه لم يعرف ملك لبريطانيا سواها، وهناك فعلا من عاش ورحل في بريطانيا ولم يعرف سواها ملكا. كيف تمثل هذه اللحظة في وجدان البريطانيين؟ هو بالفعل كل من لم يتجاوز 70 عاما من عمره لم يعرف ملكة إلا الملكة إليزابيث الثانية، وبالتالي علشان كده احنا شايفين هذه المشاعر. يعني في يعني رغم ان الملكه 96 عاما صحتها كانت متدهوره، الانباء عن صحتها نتابعها يوميا، لحظه الموت ستاتي على اي شخص، ولكن بالفعل هناك حاله صدمه. فكره كيف سيتم تذكر هذا الموقف في مواقف حصلت النهارده على هامش خبر الوفاه، يعني ستبقى. يعني في واحده من اشهر المذيعات في بريطانيا كانت اعلنت خبر وفاه الملكه 3 ساعات قبل ما يعلنوا القصر، وبالتالي في هذه اللحظة كان يعتبر خبر يعني خاطئ لأن ما كانش فيه تأكيد. يعني كان فيه تكهنات، كلنا عارفين أن في خبر كبير جاي في الطريق، ولكن ما حدش كان يقدر ياخد هذه الخطوة ويعلن وفاة الملكة. هي أعلنت الخبر ولكنها تراجعت فيما بعد واعتذرت عن هذه التغريدة، وفي آخرين برضو غلطوا واعتذروا، لأن زي ما احنا عارفين في مسار لازم تمشي فيه هذه الأخبار. صحيح. والبي بي سي نفسها، بي بي سي نفسها طول عمرها هي الوسيلة التي يعني تعلن دائما، أول من يعلن خبر وفاة الملكة. خبر من هذا النوع أحمد أنه يعني خبر يمكن أن يؤدي إلى صعود وهبوط في البورصة، ممكن يؤدي إلى تغيرات جذرية في أمور شتى في الدولة، وبالتالي يعني ينبغي أن تؤخذ هذه الأمور يعني بمنتهى الدقة، أليس كذلك؟ بالضبط بالضبط، مش بهذه البساطة الواحد يوصل له خبر أو تكهن، أو يعني إحنا كلنا متوقعين بصراحة، ولكن محدش كان يقدر يكتب هذا الخبر. هي كتبت هذا الخبر، وقعت في حرج كبير جدا، البي بي سي كلها وقعت في حرج لأنها واحدة من أبرز الشخصيات في البي بي سي، اضطرت إنها تتراجع. وبعدين التغطية اللي إحنا شايفينها دلوقتي على البي بي سي المستمرة يمكن من الظهر وهتستمر طبعا لحد التشيع للجثمان بعد 10 أيام، دي خطة يعني تم الاتفاق عليها قبل عشرات السنوات، يعني وإحنا كلنا عارفين دي خطة بيتم تحديثها بشكل دوري، فمش اي حد يعني يقرر ان هو يطلع بالخبر كده لوحده. صحيح. دي خطه طيب. يعني خطه قديمه قوي، مش الحدث جلل احمد بالفعل، ويعني نحن نتابع الان في هذه الاوقات، حتى انه كلمات يعني التعازي من الرؤساء والملوك والقاده حول العالم كلها مليئه بالشجن ومليئه بالتعبيرات الكبيره التي تتناسب مع مكانه الملكه اليزابيث. من هنا تحول إلى ضيفي من واشنطن السيد جيرالد فيرستين. سيد جيرالد، بيان البيت الأبيض، بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي عز فيه رحيل الملكة إليزابيث، كان معبرا جدا، وكان يعني فيه كثير من الشجن والتعبير عن قرب العلاقات الأمريكية البريطانية خصوصا في عهد الملكة إليزابيث الراحلة. حدثنا أكثر عن هذه العلاقات وما الذي تمثله الملكة إليزابيث بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيين. أعتقد أنه بالتأكيد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانت خاصة ومتميزة لنحو قرن من الزمان، وهذه العلاقات تعمقت أكثر مع مرور الوقت. وأرى أنه بالنسبة لكثير من الأمريكيين الذين
يقدرون الملكية في بريطانيا تابعوا التطورات في العائلة الملكية خلال السنوات الماضية، ولهم تقدير واحترام للملكة، وهذا يعود إلى الأيام الأولى لحكمها الملكي ولتوليها العرش. كانت أظهرت قوة بعد الحرب العالمية الثانية، وعائلتها كانت أظهرت موقفا قويا في الحرب العالمية الثانية وأيضا في الستينيات من القرن الماضي وإلى اليوم، وهي بطريقة ما تعكس تلك العلاقة القوية بين البلدين. العائلة الملكية كانت دائمة الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال في أسعد الظروف كان هناك تقدير من الأمريكيين للأميرة ديانا بعد وفاتها. الناس كانوا قد صدموا بذلك الحادث، وكان هناك مصاعب شهدتها العائلة الملكية في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك أعتقد أن هذا الأمر نحي جانبا، وعاد الأمريكيون في معظمهم إلى ذلك التقدير والاحترام للملكة إليزابيث والبريطانيين. سيدة سامية، أعود إليك، ونحن لا نعلم الكثير عن الملكة إليزابيث، يعني أقصد حول العالم، ربما البريطانيون يعلمون أكثر منا، ولكن يعني الصورة النمطية للملكة إليزابيث كونها متمسكة تماما بالتقاليد والأعراف، أنها شخصية صارمة، أنها صمام أمان للتقاليد والبروتوكول البريطاني العريق، هل بالفعل كانت هذه الشخصية، ما الذي نعرفه عنها، أم أنه يعني أيضا كما ذكر لها على مدار التاريخ أنها اتجهت أكثر إلى يعني مزيد من التحرر من التقاليد القديمة أو التي عفى عليها الزمن، المرتبطة بالبلاط الملكي وما شابه في بداية توليها يعني أو تقلدها سدة يعني قصر بنغهام؟ لا تنسي أن الملكة هي مثل ما قلت والجميع، هي صمام الأمان، حافظت على كل البروتوكولات وما يمليه عليها العرش. إنها ملكة صادقة كانت في كل أعمالها، كانت تقوم بدورها بإشراقة، وكانت تقوم بطريقة مميزة. أنت لو تشاهدين الملكة وهي في البرلمان وفي اللقاءات تشاهدي هي الملكة الحقيقية. لا تنسي هي سادس امرأة تتولى العرش البريطاني، هي أطول ملوك بريطانيا عمرا، ومثل ما قلنا إنها تبلغ 96 عاما، هي أكبر ملكة وكانت جالسة على العرش في العالم، صاحبة أطول فترة حكم في التاريخ تصل نحو 70 عاما، ولا سنرى مثلها، لأن نجلها تشارلز سيستلم الحكم وعمره 73 عاما. عاصرت 15 رئيسا للوزراء من أيام وينستون تشرشل حتى انتخاب آخر يوم لها، عندما أعطت لليستراس وزيرة رئيسة الوزراء البريطانية أنها تشكل الحكومة الجديدة. هي لا تنسي أيضا هي الملكة الدستورية لدول الكومنولث التي تضم 53 دولة، ومن أهمها أستراليا وكندا ونيوزيلندا، لديها 4 أبناء و8 أحفاد. كل ذلك خلت الملكة هي كانت تسير في طريق سليم، لم نسمع عنها أي شيء يهدد العرش الملكي. حتى إنها شاهدتي كيف كانت أخذت وفاة الملكة ديانا، عفوا الأميرة ديانا، كيف دفعوا الملايين لما قيل بسبب علاقة ابنها أندرو في الفترة الأخيرة، ما تركه هاري وزوجة هاري ميغان، الأمير هاري، عندما قالوا عن
عن الملكية بأنها عنصرية. كل ذلك يعني هي تعاملت مع كل هذه التقلبات بحكمة وحاولت امتصاص بقدر ما يمكن من هذه الصدمات حتى يعني يبقى قصر باكنغهام متماسك وتبقى الملكية بصورتها نزيهة أمام البريطانيين وأمام جميع أنحاء العالم بصفة يعني بريطانيا أنها دولة عظمى. أتحول الآن إليك سيد ديفيد لوي. بالنسبة لمهام الملوك، ملوك بريطانيا، ملكة بريطانيا، نتحدث عن الملكة إليزابيث، نعلم أنه الملك لا يحكم في بريطانيا ولكن هناك حكومة هي ملكية دستورية. بالنظر إلى المهام المحددة للملك، للملكة إليزابيث، كيف كانت بصمة الملكة إليزابيث في ممارستها لهذه المهام؟ طبعا هي مارست الملكية الدستورية وهذا يعود لوقت كتابة أو الاتفاق على الدستور وطبيعة الحكم الملكي. الملك تشارلز سيواصل نفس النهج وأيضا إذا تذكرنا الملك تشارلز الأول والثاني فالأمر لم يكن بعيدا. الملكة إليزابيث الثانية كان لها بعض الآراء الخاصة بشأن رؤساء الوزراء الذين وافقت عليهم، لكن هذا الابتعاد من الملكة عن القضايا السياسية هو أمر يميز بريطانيا وهو خدم مؤسستنا من بطريقة ما. وفيما يخص دورها هي كانت مميزة، هذا لا شك فيه، وعندما نرى إلى ردود الفعل العالمية حول وفاتها نتأكد من ذلك، نتأكد من المكانة التي تمتعت بها، لأن بريطانيا لها ملكية مختلفة وهي لديها حكومة برئيسة وزراء حاليا، رئيسة وزراء جديدة ومجلس العموم ومجلس النواب، ومع ذلك دائما يكون هناك توقيع من الملك أو الملكة على التشريعات. ومرة أخرى كانت نموذجية، وعندما كانت أميرة كانت لا تتردد في الانخراط في أي مجهود للدفاع عن بلدها، وأعتقد أن الملك تشارلز سيفعل الشيء نفسه ويحدو حدوها. هو تعلم كثيرا وتعلم كل المسؤولية الملكية، وهذه هي الملكية التي لدينا. أعتقد أن تشارلز سيواصل عمله في دعم الجمعيات الخيرية، وأنا متفائل بشأن الملك تشارلز واستمراره في نفس نهج الملكة إليزابيث. طيب سيد أحمد، علاقة الملكة إليزابيث بوسائل الإعلام، يعني في العام 1992 كان هناك خطاب شهير للملكة إليزابيث وهي وصفت هذا العام بالعام المشؤوم ودعت أو طالبت وسائل الإعلام بأسلوب أقل عدائية معها، وبالتالي كيف يمكن أن نصف علاقة الملكة إليزابيث بوسائل الإعلام وعلاقة وسائل الإعلام البريطانية بها؟ هو طبعا الملكة كانت تحظى بتقدير الشعب جميعا سواء ومؤسساته كلها سواء كانت الإعلام أو غيرها، ولكن كان هناك الكثير من الشد والجذب بين الإعلام وخصوصا يعني الصحافة الخاصة، صحافة التابلويد والأسرة الملكية بشكل عام، وخصوصا طبعا بعد هاري هل هذا الهامش، اعذرني أحمد لأنه هذه النقطة نريد أن نستوضحها، هل هذا الهامش متاح في بريطانيا، فكرة انتقاد العائلة المالكة، وإلى أي حد يعني ما هي المساحة المتاحة هنا بالنسبة لانتقاد الملكة إليزابيث أو العائلة المالكة؟ وطبعا الملكة لها وضع استثنائي، يعني مثلا لما يذاع مثلا في حياة الملكة لما كان يذاع مثلا تصريح بصوتها
وكان احدى مثلا يعني مثلا قلنا بي بي سي العربي مثلا لو هي عايزه تترجم خطاب الملكه او تصريح بصوت الملكه فمحدش يقدر يحط صوته على صوت الملكه مثلا يعني فهي فكان يتكتب سب تايتلز ما ينفعش حد يعني يؤدي دور الملكه وبالتالي فالملكه ليها وضع خاص في وسائل الاعلام سواء في البي بي سي او غيرها الملكه فالملكه تحظى بتقدير بشكل اساسي ولكن طبعا في انتقاد للسياسه الملكيه او العائله الملكيه وأفراد العائلة الملكية الأمير هاري مثلا لأنه كان مثلا كان عسكري في الجيش كان مجند في الجيش وكان بيخدم في أفغانستان وقصته مع الجواز وفكرة تمرده يعني على التقاليد وما شابه وتجريده من مسؤولياته الكبرى او يعني درجاته العاليه في العائله المالكه وبالتالي ده كان يفتح باب طبعا للكلام مع وسائل الاعلام وكلام وسائل الاعلام عن هاري وزوجته والاسره وطبعا يعني هناك في انتقادات للعائله الملكيه في بريطانيا في ناس بتقول ان احنا مش عايزين النظام الملكي اساسا نوفر فلوس ونخليه نظام جمهوري زي دول كتير ولكن طبعا دي يعني فئه قليله جدا لكن بالنسبه لي انا يعني كنت اقصد احمد انه الاداء الملكه نفسه وفكره ماذا كانت اوجه الانتقاد لو كان هناك انتقادات لها يعني هل كان هناك لوم لها على المشكلات يعني كما ذكرت انه كان هناك بعض المنغصات دعنا نقول منها فضيحه الامير اندرو منها ايضا الاشكاليه انفصال الامير الان الملك تشارلز والراحله ديانا ايضا خروج هاري عن يعني تجرده من اللقب والنميمة التي صاحبت هذا الموضوع وما تردد عن فكرة الأحاديث التي ألقتها ميغان عن ماذا كان يحدث في داخل القصر الملكي هل تم لوم الملكة إليزابيث على هذه الأمور في الصحافة البريطانية؟ يعني احنا يعني سمعنا هذه التكهنات وقرينا عنها وبعض التلميحات ولكن ما كانش فيه هذه الانتقادات الواضحه اللي كان بيتخيلها البعض، البعض انا مثلا لما كتبت على فيسبوك في حد كتب لي ان الملكه سبب الحروب على المسلمين مثلا يعني الملكه هي يعني معروف جدا الملكه تملك ولا تحكم فما فيش في ايدها قرار حتى داخل يعني طبعا داخل العائله الملكه هي طبعا شخصيه قويه ولكن ليست بهذه البساطه يعني ممكن تحكم على هاري او غيره او 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 تنهي حياه ديانا زي ما الناس متخيل او مش بهذه البساطه يعني من شائعات مش بهذه البساطه هي يعني تحيي وتميت لا مش بهذه البساطه يعني بريطانيا هي دوله فيها مؤسسات كتير جدا والمؤسسات هي اللي بتحكم الملكه دورها شرفي بشكل كبير جدا كل حد بعد كده سواء اندرو هاري غيره كل واحد فيهم بيملك قرار نفسه طبعا كعضو في العائله المالكه وملزم بكل بروتوكولات والتزامات العائله المالكه ولكن ليست بهذه البساطه تدار الامور، هل كان في انتقادات للملكه في الصحافه البريطانيه؟ لا يعني ما توصلش لهذا الوضع هناك انتقادات للنظام يعني ما فيش ما حدش يقدر يوجه انتقادات مباشره للملكه لان هي طبعا كانت دورها محدود ودورها يعني لو اتكلمنا عن دورها السياسي هو دور محدود ودور شرفي لو اتكلمنا عن دورها داخل العائله المالكه فهو دور خلف الكواليس ما حدش هيقدر يعرف هي كان دورها ايه بالظبط علشان ينتقد وبالتالي ما نقدرش نقول ان كان في انتقادات او في مواجهه اي علاقه اساسا بين الصحافه في حاله تقدير كبيره جدا وطبعا هي بطله الصفحات الاولى كلها غدا سانتقل اليك من واشنطن سيد جيرالد فيرستين ونتحدث عن الملكه إليزابيث وفترة حكم يعني ليس فترة حكم هي فترة وجودها في قصر باكنغهام والعلاقات التي تمكنت من يعني أو توطدت مع الدول الأخرى خلال هذه الفترة وكيف كان لها دور في هذا الأمر يعني بالنظر إلى العلاقات البريطانية الأمريكية كما وصفتها بأنها علاقات فريدة يعني كنا نشاهد ونتابع كيف استقبلت الملكة إليزابيث كثير من الرؤساء كثير من الحكام والشخصيات الكبرى والمسؤولين في قصر باكنغهام ويعني وما إلى ذلك وبالتالي هل يمكن القول أنها كان لها هذا الدور أو لعبت هذا الدور؟ بالتأكيد هذا أمر مفروغ منه صحيح بشكل كبير إلى درجة أنها تمثل رمز العلاقة مع الدول الأخرى كان دائما مهما أن يزور الرؤساء الأمريكيون بريطانيا ويزور قصر باكنغهام بمجرد أن يتولوا الرئاسة وكذلك كان هناك تبادل للزيارات مع البريطانيين وبالتالي فإن دور ملكة بريطانيا
كان مهما على مستوى تقوية العلاقات مع الرؤساء الأمريكيين، وهذا أمر ما يزال موجودا إلى الآن، وهذا لعب دورا كبيرا على الصعيد العالمي، وهذا يرمز إلى الحضور البريطاني والأمريكي على الساعة العالمية، وكذلك يرمز إلى قوة العلاقات الثنائية بيننا. وهذا رأيناه مع بيان رسمي لبايدن، وكذلك رأينا ترامب وزيارته التاريخية إلى قصر باكنغهام، وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما كان له علاقات وثيقة مع العائلة الملكية في بريطانيا، وبالتالي هذا كان طابعا مستمرا للسياسة الأمريكية وعلاقتها مع بريطانيا لسنوات طوال، وهذا بفضلها، لأن الملكة إليزابيث الثانية لم يكن لديها تدخل في الحياة العامة اليومية والسياسية لبريطانيا، وبالتالي كانت لها تلك المكانة المحفوظة وغير المتحزبة ولا تعكس أي تناحر أو تصادم داخلي، وبالتالي كان دائما يكون هناك حوار وعلاقة ود بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكان هناك نأي عن أي علاقات اقتصادية سياسية بين البلدين. سيدة سامية، يعني نريد أن نعلم الآن ما هو، يعني ما البروتوكول المتبع الآن، ما الذي سيجري، ما الذي نتوقعه في قادم الأيام، وأيضا مسألة التسليم والتسلم، كيف يتم يعني الحرص على أن تكون سلسة، وكيف تم الاستعداد لهذا اليوم بروتوكوليا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أيضا أن أذكركم بأن الملكة إليزابيث هي تصنع التاريخ حتى بعد مماتها، وفي هذا الوقت بالذات عندما يضع بروتوكول لدفن الملكة واستلام الملك الجديد تشارلز الثالث الحكم من والدته. هذه الملكة وحدت الأمة، ولا زالت الملكة إليزابيث صنعت لنا تاريخ كبير، ومن الأرقام القياسية إضافة لما قلت لما استمعت له، إنها جالت العالم 42 مرة منذ توليها العشر في مدى 70 سنة التي اعتلت بها العرش. عملية جسر لندن الآن هي العملية التي سيتم فيها يعني تأخذ بها مجرى دفن الملكة. عندما تم الإعلان عن وفاة الملكة، طبعا سيتم وعندما ينصب الملك الجديد مع إعلان قصر باكنغهام وفاة الملكة، قاموا بإجراءات وبروتوكول متبع ومكتوب لهذا الحدث. عندما ظهرت كلمة السر جسر لندن، لندن بريدج، هو هي اسم العملية التي ستتضمن وتضمنت كل الإجراءات التي سيتم اتباعها في وفاة الملكة منذ لحظة وفاتها لحين دفنها ولحين تولي ولي العهد الأمير تشارلز ملكا جديدا للبلاد. تتضمن الخطة تفاصيل وإجراءات سيتم اتخاذها طيلة 10 أيام القادمة، بما فيها من استنفار وطوارئ في صفوف قوات الجيش وتأمين. نعم، طيب سنعود إليك مرة أخرى، تحول الآن إليك سيد ديفيد. الآن تحدثت عن الملك تشارلز اليوم وك يعني ملك على عرش المملكة البريطانية خلفا للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، قلت إنه يعني سيكون هناك يعني سيقوم بعمل جيد، سيكون على خطى الملكة إليزابيث وما
شابه. لكن هل هكذا يشعر المواطنون البريطانيون، الشارع البريطاني؟ هل يحظى بنفس شعبية الملكة إليزابيث، خصوصا يعني ما نعرفه عن الملك تشارلز، خصوصا في حقبة فترة ارتباطه بالأميرة الراحلة ديانا وفترة الانفصال وبعد وفاتها المأساوية؟ يعني هل هذه المشاعر من الممكن أن تنعكس عليه الآن لدى وجوده على عرش بريطانيا؟ أعتقد أنه سيأخذ مهمة الملكية بشكل جاد، وربما 66 مليونا من البريطانيين سيرحبون بالملك تشارلز الثالث، وقد يكون هناك البعض يفكرون في النظام الجمهوري، وإذا تكاثرت أصوات كهذه قد يكون هناك دعوة للاستفتاء. طبعا هناك ذكريات خاصة بزواج تشارلز بالملكة ديانا وما حدث من مصاعب ومآسي مر عليه أكثر من 23 عاما، والآن هو عليه أن يندر إلى كيفية المضي قدما وكسب الثقة ومواصلة تلك الأعمال الخيرية ومساعدة الشباب، وكذلك تشجيع وتمكين هؤلاء الشباب، والنظر إلى مواصلة عمله في مواجهة التغير المناخي. وكذلك هو كان دائما يتحدث منذ 30 عاما عن المنتجات العضوية وكل ما له علاقة بالبيئة، وبالتالي هو فعل أشياء كثيرة كأمير، والآن كملك يعرف ما تعنيه الملكية الدستورية، وأيضا يعرف كيف يدير أي أزمات سياسية من منطلق صلاحيته على محدوديتها. وما حدث في ذلك الوقت مع ديانا كان في عهد شبابه نوعا ما، لم يكن في هذه السن. وأعرف أيضا أن العائلة الملكية كانت انتقدت بشدة، والذي نسيه الناس هو أنه حدث هذا عندما كان الأمير فيليب والملكة إليزابيث كان يريدان حماية العائلة الملكية، وكان عليهما أن يقوموا بعد القرارات الصعبة. وبعد ذلك حدثت هناك أشياء انتقد فيها أيضا تشارلز وديانا في باريس، ومع ذلك هذا مر عليه وقت طويل، وأعتقد أنه قد يكسب شعبية عندما يصبح ملكا، لأنه قام بمهمات عديدة في هذا البلد، وأرى أنه سيكون ملكا ذا شعبية بالرغم من بعض الاختلافات لدى بعض البريطانيين حول مدى شعبيته وشعبية زوجته وأبنائه، وأرى أنه سيقوم بمسؤوليته وواجباته، وهو يستلهم ويقتدي بوالدته. طيب أتحول إليك أحمد، ضيفي أحمد الشيخ، ضيفي من لندن، لأنه يعني أيضا كما ذكرت في البداية الملكة إليزابيث هي أتت على بلاط كان ينتمي أغلبه إلى القرن 19 أكثر منه القرن 20، حيث التقاليد الصارمة، من حيث علاقة الأسرة الملكية أو القصر باكنغهام بالشعب، أيضا علاقة بريطانيا بدول الكومنولث، ولكنها غيرت من هذا المفهوم، أدخلت مفهوم الإصلاح وما شابه. شرحنا أكثر عن التغييرات التي أحدثتها الملكة إليزابيث في هذه النقطة تحديدا، في مسألة العلاقة بين الملكة أو بين المملكة وبين الشعب. هو طبعا هو في علاقة وثيقة بصراحة ما بين الملكة إليزابيث الراحلة والشعب البريطاني أو حتى كل سكان بريطانيا، سواء من البريطانيين وغيرهم.
اللي أنا مثلا شفتها يعني وجها لوجه في الشارع، لأنها كانت في أحد الاحتفالات بعيد جلوسها على العرش. كانت بتمر يعني كانت صحتها طبعا أفضل من العيد اللي فات، وكانت بتعمل مسيرات في الشارع. طبعا كانت في السيارة بتاعتها وكانت بتمر بتزور مناطق كتير جدا، رغم أن أنا كنت ساكن في منطقة خارج بريطانيا، خارج لندن في كنت، ولكن هي جت لحد هذه المنطقة ومشيت فيه بالسيارة، وشفناها على بعد أمتار قليلة، وكانت زارت البي بي سي قبل كده، كل الناس كانت بتتصور معاها عن قرب. ففي حالة من الحميمية بصراحة ما بينها وما بين المواطنين العاديين، ويعني الشعب العادي يعني، حتى أنها دخلت عالم السوشيال ميديا من عدة سنوات، ووظفت يعني مسؤولين مخصوصين لإدارة حساباتها على السوشيال ميديا، إدارة الحسابات القصر يعني على السوشيال ميديا، وده برضو قربها إلى الشعب بشكل أكبر. برضو خلينا نشير بمسألة السوشيال ميديا، إن الموقع الإلكتروني هو الموقع العائلة الملكية تم تعليقه، يعني معلق وتوقف عن العمل. لماذا؟ لماذا؟ هو عليه فقط البيان بتاع وفاة الملكة، وتحتيه نوت تحت بيقول ان الموقع تم تعليقه، تم تعطيله. ليه تم تعطيله؟ لان هو دلوقتي في يعني في بيانات كتير جدا تم جمعها على مدار عشرات السنين الماضية سيتم تعديلها. بريطانيا على مدار السبعين سنة اللي فاتت لم تعرف ملكا إلا الملكة إليزابيث، الملك الجديد اللي هو الملك تشارلز الذي سيتولى مهامه خلال أيام، ولي عهد منذ أن كان عمره 3 أعوام. كل حاجة مكتوب عليها، حتى صندوق البوسطة في الشارع مثلا مكتوب عليه E11R. E11 يعني إليزابيث الثانية. كل ده محتاج يتغير. الجنيه الاسترليني عليه صورة الملكة. ففي حاجات كتير جدا ارتبطت بالملكة، وده خلى الشعب طبعا متعلق بها. الناس كلها متعلقة بها كرمز للدولة، مش لأن ليها دور أو تأثير أو أي حاجة، ولكن هي رمز، لأن فكرة طبعا هي رمز نفسها. مسالم. وبعدين هي رمز مسالم، يعني هي لا بترفع الضرائب ولا بتغلي أسعار الطاقة ولا بتعمل أي حاجة، فهي مش مسؤولة عن كل هذه الحاجات اللي بتحصل. في المقابل الحاجات اللي في حاجات كتير حلوة مرتبطة بيها، زي مثلا المتنزهات الكبيرة جدا الضخمة زي الهايد بارك، وكل الجناين الكبيرة دي هي اسمها الحدائق الملكية. كل حاجة يعني ملتصق، كل الحاجات الجيدة ملتصق باسم الملكة إليزابيث. وبالتالي طبعا حالة الحزن اللي احنا شايفينها قدام باكنجهام بالاس في عز الأمطار، الناس رايحة لا لشيء إلا لأنهم متعاطفين معها، أو يعني عندهم شيء من الحزن بسبب كل هذا الميراث، ارتباط الشعب البريطاني بها. صحيح، بالضبط، والذي امتد على مدار عشرات السنين. طيب سيد جيرالد، اليوم نحن أمام ملك جديد لبريطانيا وهو الملك تشارلز، ليس غريبا عن الأوساط، كان ولي عهد كما ذكر سيد أحمد قبل قليل، ولكن الملكة إليزابيث وزوجها الراحلة طبعا وزوجها الأمير فيليب نجحا في العبور بسفينة الملكية بسلام وأمان يعني إلى القرن 21. هل يمكن القول بذلك بالنسبة للأمير كما تتوقع بالنسبة للملك تشارلز؟ كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الملك تشارلز، ويعني كيف ستكون العلاقات معه وإدارته؟ طبعا هي ليست إدارة، نقول إنه يعني المهام الملكية الخاصة به في الفترة القادمة. أنا واثق بأن إدارة بايدن أو أي خليفة سيأتي بعدها سينسج علاقات جيدة مع الملك تشارلز، وذلك على نفس المنوال الذي نسجت معه إدارتنا السابقة علاقات جيدة مع الملكة إليزابيث الثانية. أرى أن العلاقات الأمريكية البريطانية هي ثابتة، ومع العائلة الملكية هي رمزية، وهي كانت دائما وثيقة وقريبة، وكل القضايا التي يتم حلها معا تكون في منأى عن العائلة الملكية. الرئيس الأمريكي سيرحب بأي فرصة لزيارة الملك تشارلز الثالث أو الالتقاء به في أي مكان يتفقان عليه، وستكون هذه العلاقات قوية باستمرار. والملك تشارلز كأمير ويلز يتحدث بشكل أكثر مما كان عليه حال والدته.
ذاته، وهو ليس شغوفا بسفارتنا في لندن، هو دائما كان ينتقد تصميمها، وبالتالي ربما يعطي هذا انطباعا لتكون العلاقات مباشرة ومفتوحة ودون مجاملات كما كان عليه الحال مع أمه. ومع ذلك سيكون هذا بشكل إيجابي وبناء، وسيكون إيجابيا وينعكس بقوة على العلاقات. شكرا جزيلا لكم جميعا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق سيد جيرالد فيرستين، وأيضا أشكر من لندن عضو حزب المحافظين الإعلامية سامية الأطرش، أشكر ضيفي من لندن الباحث في كلية الحقوق ديفيد لوي، وأخيرا من لندن الصحفي أحمد الشيخ، أشكركم جزيل الشكر.